طيب على ذكر يوم الجمعة وخروج المظاهرات، الحقيقة بلوشستان بالتحديد يوم الجمعة تخرج وفي مدنها المختلفة، ورأينا الحقيقة الأسبوع الماضي كيف كانت مدن بلوشستان تقريبا ساحات حرب في مواجهة النظام، وكذلك في كردستان وفي الأحواز وفي الكثير من المدن. الحقيقة وصل فيديو قبل قليل لاستعدادات عسكرية قوية في بلوشستان، نتابعه معا ثم أعود إليك سيد أبو رسالة للتعليق عليه وأختم معك. نتابع مع المشاهدين الكرام هذا الفيديو. سيد فؤاد أبو رسالة، معذرة على انتهاء الوقت، لم يعد لدينا وقت للتعليق على هذا الفيديو، لكن الحقيقة ما تشهده شوارع زهداد مركز محافظة بلوشستان هو يعبر عن نفسه الحقيقة، انتشار كبير واستعدادات عسكرية قوية ربما لجمعة الغد في بلوشستان. فاللهم سلم سلم على أهلنا في زاهدان وفي جميع مدن بلوشستان. أشكرك شكرا جزيلا سيد فؤاد سلسبيل أبو رسالة أمين سر جبل عربية لتحرير الأحواز، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.